غابه من الثقات. بلاتي توري في المساحه الضيقه لو وقفت زي ما هو عايز مصطفى فتحي يا ولد عايز يطلع محمد حمدي مره اولى وثانيه توصل لرمضان. شوف طبعا المهارات الفرديه والامكانيات الخاصه للعيبه نادي بيراميدز لازم تسعفهم في المواقف اللعب المساحات ضيقه جدا بيلعبوا كومباكت وكلهم تحت الكوره خاصه بعد ما تقدموا بهدف صعبت المباراه. احمد سامي مش مظبوطه عند رمضان اتلعبت على طول رمضان اهو اول مره مخطوره يجي من على الاطراف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يلعب العرضيه مين يقلب هنا لازم دي تتقلب. صوب يا شيبي صوب يا شيبي جول صوب يا شيبي جول شيبي جول شيبي جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا هو كده الكلام هو كده الكلام. كره القدم دايما ما تعطيك فرصه للعوده بعد ما سجل في مرمى في مباراه الذهاب. ياتي اليوم ياتي اليوم الشيبي ويسجل التعادل. الله الله بص دي بص دي بص دي هوبا هوبا اهي 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 هوبا تعالى يا ولد ويلعب العرضيه تطول صلحها له ما فيهاش رايه وبطن رجله يا ولد قذيفه قذيفه سليمه. لكن شوف رمضان يا جماعه يا جماعه يا جماعه هو قال لك انا بحب العب على الاطراف يا ولد فسحه فسحه يا ولد يا رمضان فسحه في جزء من الثانيه وحطها والشيبي صاروخ على طول وهدف التعادل. ترجع المباراه لنقطه البدايه لنقطه البدايه صناعه جميله من رمضان وفينش وفينش من الشيبي ولا اجمل من الشيبي